استاذ يوسف من محافظه الغربيه، اتفضل. ايوه يا باشا، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، انا بنطلب من حضرتك بس ان يكون عندك ساعه صدر انك تسمعني شويه. اتفضل يا فندم. لانها مشكله كبيره جوه، انا منعاني منها ليا 10 سنين. انا عارف ان حضرتك وقتك من ذهب. انا وقتي وقت القناه ده وقت المشاهدين، فاتفضل قول لي المشكله بتاعتك لو سمحت. المشكله بتاعتي انا تعرضت لظلم جامد جدا لما قامت الثوره عن طريق الاخوان، واخد بال حضرتك يا حاج يوسف؟ اتفضل قول لي مشكلتك. ماشي. المهم، تم اغتصاب قطعه ارض مني وادعائها على انها ملك راي. اشتكيت واخدت قرار من المحامي العام بالتمكين، وفعلا تم التمكين ليا في 2014. ده ايه، ارض زراعيه؟ ده ارض ملكي. انا ارض ملكي. ارض ملكك فين؟ ارض ملكي انا في الغربيه، في الغربيه. مركز ايه؟ فين الارض؟ مركز كفر الزيات. طيب، والارض دي انت مشتريها من مين؟ انا مشتريها من واحد عندنا صاحب عزبه اسمه وجدي. يعني انت معاك عقد بيع وشراء سليم؟ ايوه يا باشا، سلمه ورا سلمه. وخدت بعد كده قرار من المحكمه بتمكينك من الارض، وتمكنت بالفعل بالشرطه. تمام، وبعدين؟ بس كان اللي مغتصب القطعه ديت كان اجرى عليها حاجات، اجرى فيها حاجات، عاوز ينقل الميه من الباجوريه رشا كفر الشيخ من خلال الارض بتاعتي، تعدى على ترعه رئيسيه تكب في مسجد خصوصيه خاصه بيه هو براي ارضه. ايوه، يعني مش عاوز يلتزم براي. فابتدى ينقل بينقل خدمات وتعدى على ريب في الفتره اللي هو كان حاطط ايده على الارض. ايوه حضرتك. طب وبعدين؟ اشتكيت ورحت للوزير، اشتكيت، واخد بالك؟ الوزير بعت لي جواب ان تم اخذ قرار ازاله بالتحديات اللي حصلت، وجاري التنفيذ مع الرقابه لتنفيذ القرار. تمام. القرار ده صدر من 2011 حضرتك، لحد دلوقتي مهندس الري ما هوش عاوز يطلع ينفذ القرار. يعني في قرار ازاله بتعديات؟ أيوة. موجوده على الارض. زي ايه التعديات؟ أيوة. دي يا حاج؟ التعديات حط مواسير عشان ياخد ميه من الباجوريه رشا كفر الشيخ، تعدي من قطعة. يعني هو الموضوع كله. طب والمواسير دي مين اللي منفذها؟ الري هو اللي منفذها؟ لا يا باشا، الراجل اللي اغتصب القطعه. تمام، يعني ما فيهاش اي حاجه قانونيه خالص؟ لا، ما فيهاش اي حاجه قانونيه. طيب بص يا حاج يوسف، حاضر، عينيا. كده المشكله بتاعتك ان في تعديات موجوده في الارض في الفتره اللي كان فيها نزاع على قطعه الارض، وانت أيوة. معاك قرار من وزير الري بالازاله. ايوه، هتابع لك مع السيد وكيل وزاره الري ونشوف التنسيق الامني وصل لفين، لان ده من 2011، يعني بقى لهم 9 سنين. كفايه قوي كده، حرام. فانا هتابع مع هتابع يا حاج. انا رحت له حضرتك وكلمتك قبل كده، ورحت له. ايوه، لقيته بيقول لي ايه ده، موضوع تنفيذ القرارات ده خاص بالشرطه، احنا مالناش دعوه. ما هو لازم بص يا حاج يوسف، هو لازم يبقى في تنسيق مع الامن، لان هو لو نزل لوحده مش هيقدر ينفذ. حضرتك يعني من 10 سنين ما تنفذش ولا قرار؟ انا عارف ان انت بتتكلم كلام صح، فانا بقول لحضرتك خلينا نكلم وكيل وزاره الري مش المهندس، فريق الاعداد هيكلمه دلوقتي نشوف ليه ده ما تنفذش. وبعدين السؤال اللي انا عايز اساله، ايوه، هي المواسير دي مش موجوده في ارضك انت؟ المواسير موجوده في ارضي، بس انا مش قادر نشيلها عشان الراجل اللي كان مغتصب الارض له عزوه ومعاه بلطجيه. ثواني بس، فهو معدي الميه بيروي ارضه من المواسير اللي ماشيه في ارضك؟ ومعديها من على ترعه عموميه بماسوره. حاضر يا حاج يوسف، عينيا الاثنين، بشكرك. العفو يا باشا. حاضر يا حاج يوسف. يا استاذ احمد، هو كلمنا قبل كده فعلا، وانا ابتديت افتكر مداخلته، وهنكلم السيد وكيل وزاره الري تاني.